السلام عليكم طلاب، شلونكم؟ ان شاء الله تكونون بخير. وياكم دكتور علي محمد، ونكمل جزء الموتور بالسنترال نيرفس سيستم فيزيولوجي. بالمحاضره السابقه اخذنا الكورتكس واخذنا الديسندنج تراكس وقسمناهم الى بيراميدال واكسترا بيراميدال حسب الفسلجه. يعني شلون حسب الفسلجه؟ حسب الوظيفه. الاكسترا بيراميدال لهم وظائف معينه ذكرناها بالتعداد الموجود بمحاضرتكم، يلي هو تقريبا معظم وظائف الاكسترا بيراميدال. والبيراميدال شرحنا الباث واي مالتها، وين يصير الديكاسيشن والوظائف الاساسيه لها. حاليا راح ناخذ تقسيم السباينال كورد، يعني تقسيمهم على اساس الموقع بالسباينال كورد. قبل لا ناخذه، ياهو الاهم ذاك التقسيم لو هذا؟ بالحقيقه ذاك التقسيم اهم، انك انت تعرف الوظيفه مالهم، يعني تعرف مثلا الربرو سباينال شو يسوي. طبعا احنا لساتنا ما ماخذين، لازم ناخذ العضلات قبله، بس يعني اللي يهم انه انت تعرف وظيفتهم، انه تعرف شلون يشتغلون. اهم ما تعرف انه هل هم موجودين لاترالي لو انتيريرلي. يعني مثلا هذا السباينال كورد بعضهم يكونوا موجودين لاترالي، بعضهم انتيروميديالي. هذا التقسيم يفيدك اذا انضرب السباينال كورد، يعني يفيدك اذا صار ليجن هنا منه حيتاذى، واذا صار ليجن هنا منه حيتاذى. فيعني مو كلش مهم حاليا، بس نقراه كمنهج. اما التقسيم ذاك فمهم، لان ذاك هو يفهمنا فكره الحركه شلون تصير، يفهمنا شلون نسوي بعض الرفلكسز، بعض الحركات المعقده. فتقسيم الوظيفه دائما هو الاهم. تقسيم التشريح يفيدك بالجراحه، يعني هاي قاعده عامه بالنيورو، لما تاخذ شيء حسب مكانه فيفيدك لما ينضرب، يعني لما يصير جلطه، لما يصير تيومر، لما يصير انفكشن. اما تقسيم الوظيفه يفيدك للفهم، فانت تحتاجهم بالحقيقه اثنينهم اكيد، بس مع هذا تقسيم الوظيفه هو التقسيم اللي يحتاج ذكاء، يحتاج واحد يفهمه ويفيدك حتى تفهم الانسان شلون يشتغل، يعني الفسلجه اللي هو معنى الفسلجه. فيقول لك descending pathway involve a motor control. The brain communicates with the spinal cord circuitry through two major groups. عن طريق groups اثنين أساسية، طبعا هنا حسب التشريح. Named according to their location. طالما their location إذا التشريح وين تكون؟ بال white matter. طبعا التراكس كلها بال white matter، سواء sensory أو motor. فنجي لللاترال اللي هم concerned with voluntary movement of distal muscles. فدائما اللاترال ياخذ الديستال ماسلز اللي هم الارم والهاند، وهذا الشيء اذا تتذكروه اخذناه بالتراكس اللي هي ديكاسيتد ات ذا ليفل اوف ميدولا اوبلانجاتا. ارجعوا لمحاضره البيراميد، محاضره البيراميد قسمناه 80% ب 20%. ال 80% قلنا ذول يسوون ديكاسيشن ات ذا ليفل اوف ميدولا اوبلانجاتا، ويروحون يسوون لاترال كورتيكو سباينال تراكت، هي هذا اول واحد. فهذا اللاترال كورتيكو سباينال تراكت هو ال 80% المسؤولة عن الديستال ماسلز، المسؤولة عن الارم والهاند والحركات المعقدة مالتهم. وكو ميجر باثوي ان ذيس جروب كورتيكو سباينال تراكت والربرو سباينال. الربرو سباينال احنا لساتنا ما ماخذي، لان مثل ما ذكرت لكم الربرو سباينال ناخذه بعد ما ناخذ التركيب الماسلز. وشي يسموه لاترال ميدولار ريتيكولار سباينال تراكت ولاترال فيستيبولار سباينال تراكت. حاليا ذولا انا ما اريدكم تحفظوهم، بس اريدكم تشوفون اسمهم انهم موجودين باللاترال. من حال نروح نشرحهم بالتفصيل، يعني هذا الميدولار ريتيكولار سباينال تراكت هذا بي وظائفه هوايه، له علاقه بالتون وكذا. الربرو سباينال له علاقه ببعض الحركات مثل المشي، فيستيبولار سباينال له علاقه بالتوازن. فاللي يهمني حاليا من هذا التقسيم هو اللاترال كورتيكو سباينال تراكت، ويهمني انه مكتوب ديستال ماسلز. ذولا يعني لازم تعرفوهم، انه اللاترال مسؤول عن ديستال مسل. بين قوسين تكتبون هذا ال 80% اللي سوى ديكاسيشن ات ذا ليفل اوف ميدولا اوبلانجاتا. خلصنا من عنده، خلصنا سهل. نجي للفينتروميديال. الفينترال هو يطلع من البرين ستيم ونيرفيت البروكسيمال اند اكزيال مسلز تو هيلب مينتين الهيد بوزيشن، البوستشر، المسل تون، الجروس موفمنت اوف ذا نيك، الترانك. يعني امور الاكزيال، امور والبروكسيمال مسلز، يعني ما راح يروح للهاند، راح يروح وين؟ للاكزيال مسلز اللي هي تخص العمود الفقري، تخص عظام حزام الكتف والحوض وهاي الأمور. السنسر information about body position balance is derived from visual and vestibular systems conveyed via three major tracts. عندك الـ anterior corticospinal، هذا نكتب عليه الـ 20% يلي يسوي decussation at the level of spinal cord. طبعا معظمها وقلنا جزء كلش قليل يبقى بنفس مكانه، تذكرون كلمة majority اللي أشرنا عليها. بعدين يجينا التكتو سباينال تراكت. شوف ليش هو قال لك فيجوال وفيستيبولر. هذا التكتو سباينال هو ابو الفيجوال، ابو الكوليكولاس، سوبيريور كوليكولاس اللي ذكرت لكم، من واحد يرمش لك باللايت او يصير في حدث معين، مثلا طفل يوقع من الكرسي وانت ما تتباوع عليه، مجرد تشوفه راح تدير راسك تلقائيا. هذا الرفلكس، هذا التكتو سباينال. فاذا له علاقه. الميديال بونتير ريتيكولاس سباينال تراكت، شوفوا هنا الريتيكولاس سباينال بي بونتين اللي هو من البونس وبي ميدولاري.
طبعا اكو فرق بيناتهم بالتشريح وفرق بالوظيفة. بالنسبة للتشريح هسه هذا بيكون باللاترال الميدولاري، يسموه لاترال ريتيكولا سباينال تراكت، هذا مسؤول عن الانهبيشن، في حين هذا الميديال بونتير ريتيكولا سباين مسؤول عن الاكسايتيشن وراح نشوفه بالتفصيل. والميديال لونجيتودينال فاسيكولاس، هاي الميديال لونجيتودينال فاسيكولاس اللي يتذكر هاي اخذناها بمحاضرة العصب الثالث والعصب الرابع والعصب السادس. هاي شنو فكرتها الميديا لونجيتودينال فيسيكولوس؟ هاي تربط لك الاعصاب مع بعض. ليش؟ لان يعني ذول الثلاث اعصاب يحركون العين، طبعا لها علاقه بالعصب الثامن، بس هم ذول الثلاث اعصاب يحركون العين، فمن يحركون العين المفروض يحركوها سوا. فهاي الميديا لونجيتودينال فيسيكولوس هو هنا كاتب عليها يقول لك الثري مين نيرفز اللي هي كنترول اي موفمنتس اللي هم الاوكيولو موتور ريتروكيولار ابدوسنت واز ويل از العصب الثامن. البربس وظيفتها شنو مال هاي الميديا لونجيتودينال فيسيكولوس؟ انتجريت موفمنت. هاي تأشروها، شنو معنى انتجريت؟ معناتها تداخل، ولهذا يقول لك انتجريت السيستم، من الأنظمة اللي بالتعليم يستخدموها اللي هو النظام الموديول. يعني الانتجريتد يعني معناتها المواد تتداخل، يعني الفسفجة متداخلة ويا البايو كيمستري ويا التشريح ويا كله على اعتبار انتجريتد متداخل. فهذا انتجريت الموفمنت مال العين اليمين ويا اليسار اوف ذا ايز بالإضافة للهيد موفمنت ولهذا العصب الثامن. يعني انت من تحرك راسك، طبعا هاي التست تفيدك بعدين كلش بالجراحه وبالامرجنسي لما يجيك المريض فاقد الوعي. زين شلون نعرف هل هو فاقد الوعي واذا بياجيها وشنو المشكله؟ فهاي بعدين اشرح لكم اياها يعني من اوصلها، بس القصد حاليا شلون الاي موفمنت ويا الهيد. شايف انت اللعابه لما تفر راسها يمين العيون تروح يسار، ولما تفر راسها يسار العيون تروح يمين؟ هسه نفس الشيء انت اذا تفر راسك هسه، يعني انت واقف وفر راسك راح تشوف انه عيونك تبقى لي قدام، يعني باوع على الايباد او التليفون انت تقرا بي وياي وفر راسك يمين يسار العيون تبقى قاعده. زي هذا شلون صار؟ خلي نحكي بطريقه فسلجيه، انه انت عيونك دا تباوع لي قدام، لانه تودي راسك لليمين فانت عيونك المفروض تنجر لليسار. تشوفون يعني انت ما تثبت عيونك وتتحرك راسك، هو العيون مثبته داخل الهيد صح؟ فحتى الهيد من يروح لليمين لازم شنو؟ لازم الركتس الميديال واللاترال حسب ما ليا عين راح تجرها بحيث توديها يسار. فاذا لازم اكو علاقه بين منو؟ بين الروتيشن مال الهيد اللي يحسه منو؟ العصب الثامن ابو التوازن، ويا منو؟ ويا حركه العيون. طبعا هاي الميديال لونجيتودينال فيسيكولس هي تربط ذولا مع بعض، يعني تربط حركه العين. طبعا انت اذا تتحرك ميديال ركتس مال العين فانت تتحرك بالاوكيولو موتور، لاترال ركتس مال العين اللخ بالابديوسنت، واللي يحس لك التوازن هو الفيستيبيولو كوكليا. فهذا الانتجريشن سيستم هذا معقد، هذا مو سهل، مو سهل انك انت ودا تفر راسك تبقى تباوع، مو سهل انك انت لما تسوق السياره وتصير يعني مثلا قصه وتصعد وتنزل عيونك تبقى تتباوع اللي قدام، مو سهل انك انت لما تباوع انت ودا تسوق تباوع على المرايه تقدر تحرك عينك من دون ما تفر راسك، او تقدر تفر راسك وتبقى عينك. هاي معقده، هاي العمليه معقده يحتاج لها هذا الانتجريشن سيستم اللي حكينا عليه. طبعا هاي الباثويز واضحه يعني كت اناتومي ما اعتقد بيها شيء صعب، بس نروح نشوفها بالسلايد هذا. هذا السلايد يبين لك هاي الباثويز شلون صايره. نجي ناخذ اول شيء اللاترال، نشوف اكو اللاترال كورتيكو سباينال هو هذا الاكبر، هذا ابو ال 80% اللي يصير بيها الديكاسيشن at the level of medulla oblongata. بعد عندنا صديق الروبرو سباينال دائما حفظه، والميدولاري ريتيكولا سباينال، ذول الثلاثة هم أهم شيء باللاترال. هذا الانهبيشن قلنا، هذا الروبرو سباينال أبو الريد نيوكليوس راح نشرحه بالإكسترا بيراميد، واللاترال كورتيكو سباينال. أما الأنتيرو ميديال فاللي قابلهم منه عندنا البونتير ريتيكولا سباينال، هذا أبو الإكسايتيشن من البونس، الفنترال كورتيكو سباينال تراكت المسؤول عن الأكزيال، وعندك الفيستيبيولو سباينال تراكت والتكتو سباينال. طبعا الفيستيبيولو اكو باللاترال هم، يعني اعتقد هو ذاكره هنا، هي ذاكره اللاترال فيستيبيولو. زين بس هنا بس ذاكره الميديال فيستيبيولو، فيعني حتى هذا التقسيم مو كلش 100% هاي المرقمه. يعني مثلا هنا لاترال فيستيبيولو تراكت اكو ميديال هنا هم، واكو الميديال لونجيتودينال فيسيكولوس اللي هي هم اي ثينك هنا ما مرسومه. زين بس هي تكون ميديال لونجيتودينال فيسيكولوس، طبعا يعني هي موجوده بالبرين ستيم اللي هي تربط لك الاعصاب مال العين ويا الحركه مال النك، ونشوفها بالرفلكسز ويا التكتو سباينال تراكت. هاي خلصنا هذا التقسيم، بقالنا شنو؟ بقالنا موضوع الرفلكسز، شلون نقسم الرفلكسز وشلون ناخذ موضوع السبندل. هذا يعني بس راح اسجل فيديو واحدة لان هو موضوع طويل وبوظيفة واحدة، يعني
بفكر واحدة يعني فد 6 7 صفحات. هذا كل الكلام لازم ينقري سوا، يعني لازم ينقري مرة واحدة، فيحتاج انه تركزون بيه فيديو واحدة. اذا كملنا ان شاء الله يعني يكون كملنا اصعب جزء من الموتور، يعني اللي يفهم المحاضرة الجاية بقية الكلام كله سهل عليه ان شاء الله. شكرا جزيلا لحضوركم، ونلتقي بمحاضرة قادمة. مع السلامة.